السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ بص الحاجات الحلوه دي، ده رز بلبن بالايس كريم. هنعمل رز بلبن من غير نشا. ده كيلو لبن، حطيت عليه كوبايه ميه عشان الرز ياخد راحته كده ويتنفس. حطيت على الكيلو لبن حبه الرز الصغيرين اللي انتوا شفتوهم دول، وهديله غلوه، يعني هغلي الرز باللبن، واول ما يغلي 3 دقايق كده ولا حاجة واطفي عليه وغطيه واسيبه. يعني هو اول ما غلي غطيته وشلته، نضفت بوتاجازي وعملت اكلي وكل حاجة، واروح افتح عليه. بصوا الرز قرب يستوي ونفش ومش محتاج نشا. حبة الرز اللي انتوا شايفينهم دول هما اللي عملوا الكمية دي. هاخده بقى تاني اغليه غلوة غلوتين اتنين، وهتلاقي الرز ملى اللبن، مش محتاج اي نشا. بصوا بصوا الوش ما شاء الله طلعه، عامل قشطه لوحده كده منه فيه، والرز نفش ومش محتاج اي حاجه. حطيته على النار بقى بعد ما نضفت مطبخي وخلصت حاجتي، وحطيت عليه السكر، السكر حسب الرغبه، اللي بيحبه مسكر يزود، اللي بيحبه دلع شويه يقلل، براحتك. ما خدش 10 دقايق على النار ووصل بقى للحجم ده. انا احيانا بحط عليه جوزة الهند واحيانا لا، المرة دي حبيته من غير جوزة الهند. ما تنسوش اللايك والاشتراك للقناة. لو وصلتوا معايا لحد هنا والفيديو عجبكم لايك واشتراك. هنزل بالفانيليا وهغرفه بقى. اطباق الرز بلبن، كاسات، اي حاجة، هو كده كده بيبقى جميل، مش محتاج اي حاجة. عمل معايا كيلو اللبن، الكمية اللي انتوا شايفينها دي، الاطباق دي مش كبيرة، هو التصوير مكبرها. عمل معايا الكمية دي. والايس كريم اللي احنا كنا عاملينه مع بعض طلعته بقى وحطيت على وش الرز بلبن، وبحط بقى الايس كريم على الرز بلبن. وانزل عليه بالصوص، صوص الفراولة، وده صوص الكراميل. احلى من اي محل بقى، حاجات نظيفة وبيتي وجميلة. بصوا الجمال، تفضلوا معانا وبألف هنا، واشوفكم على خير.